الراديو 90-90 هواها مصري. نكمل الجولات مع العمالقة بقى، ندخل على الكبير بالطقم بتاعه. دول بقى يعني اللي أنا بعتبر مسلسل الكبير ده عامل زي فوزير رمضان، الحاجة اللي هي علمت قوي مع الناس والناس بتقطع شريانها عشان يرجعوا تاني. بسميه طقس رمضان أو تحول لكده، مش أنا، هو يعني ده تعبير اللي جاء على بالي من طريقة وصف الناس، لأنه بالنسبة لنا بقى زي نيلي زمان، زي ما تفرج على شريهان زمان. هل بقى أنت قررت تعمل بقى زي نيلي وشريهان إن هو خلاص نكتفي بهذا القدر، ولا يعني أنت بتفكر إن أنت خلاص في دايما حد يقول لا كفاية هي في عز نجاحه هيوقف، وفي لا أنا شايف إن هو لسه ممكن ندي أكتر في العمل. يعني الكبير قوي كجمهور كلنا شايفينه لا خمسة إيه ده، خمسة ده كلام فارغ، ده احنا لسه مستنيين خمسة كمان زيهم وأكتر كمان. أنا من جوايا نيتي الحقيقة أنا كنت أوقف الحقيقة، بس طبعا أنت شايف الحالة. لا أنا بعد اللي أنت قلته ده على الهواء، لا بص الله يكرمك، لا يعني إلحق نفسك وغير أقوالك. لا ما طبعا أنا بقولك النهاردة والدتي بتقول لي كبير هتعمل النهارده، يعني قبل ما والله العظيم بتقول لي هتعمل كبير تاني ولا لا؟ قلت لها لا مش هتبقى انت كمان. قالت لي ايوه، لان هي بالنسبه لها دي حاجه مش عشان انا ابنها، هو الموضوع ما بتفرج عليها بيضحكها فعلا، وبتحس حاجات، بتفتكر حاجات وبتشوف حاجات والكلام ده. هو فعلا الحمد لله المسلسل ده فعلا بالذات تلاقي الجدود اللي عايشين بيفهموه جدا وبيضحكوا منه جدا، بيستوعبوا كل اللي فيه، والأبهات والأهالي اللي هم سن أهالينا الأبهات والأمهات مستوعبينه جدا، والأطفال بيحبوه بشكل تاني. ليه بقى الأطفال؟ يعني أنا ابني 4 سنين بالنسبة له الكبير ده يعني أنا ببقى قاعد عايز أفهم هو فاهم إيه، لكن هو مجرد ما الكبير يقول الكبير جه وتلاقيه قاعد وخلاص وحصل له عارف حالة من التناحة قدام المسلسل. فأنت أكيد درست برضو حاجة، يعني أنا عايز أعرف أنت وصلت للسن ده برضو إزاي؟ هي أنا زي ما بقولك المصداقية، الحاجات الشخصيات دي حقيقية، فالأطفال شايفة ده. الأطفال أكتر ناس بتفقس الحتة الكذب، مش طبيعية، بيكشفوها بطريقة رهيبة، عندهم حاجة، لأن ده لسه ما إيه يعني ما تلعبش في كل العدد المخلوقة طبيعي، ده لسه ما شافش حاجة، فبيبقى عندهم دي. عشان كده تلاقي في واحد صاحبك تلاقيه غلس مثلا، تلاقي ابنك مش طايقه ويشوفه يقول له امشي اطلع بره، بيعبر عن زي ما هو مش طايق الراجل ده. عادة بيبقى الراجل ده متصنع او مش حقيقي، انما الاطفال بيبقوا شايفين في رأيي يعني زي توم وجيري، شايفين واحد عصبي قوي، واحد غبي قوي مع العصبي ده، فبينرفزه بيوصل له لمرحلة مش طبيعية، فبيجي التاني يكملها ويطينها بأفكار تانية عكس ده، فطول الوقت بس هم حقيقيين، فأنا بضحك. شكل المغامرات الواقعية جدا، بس بشكل مبسط جدا من غير فزلكة خالص. الكبير مفيش فيه فزلكة، هو بسيط خالص ومواضيعه حقيقية جدا، يعني بنقي دايما موضوع لاسع حقيقي في كل بيت أو جواك بس أنت ما تتكلمش عنه، فتلاقي عنه حلقة يعني الأفراح. البطة اللي كانت يعني أنت بتجيلك الأفكار دي يا ميكي، يعني هل من واقع تجارب، هل من حياتك، ولا بتقعدوا كده مع بعض عاملين ورشة؟ يا جماعة اللي يفتكر أفراح زمان يقول لي عارف، يعني أنت لما حطيت أغنية أرجوك وعد غير، أنت مش متخيل أنت بقى تلتيني أنا شخصيا. أيوه، هو قماشة المسلسل تتيح لك ده، لأنه ما أصلا الثلاث شخصيات يعتبروا محزمين المجتمع، يعني الناس المتمسكة بالتقاليد، والناس اللي هي متأمريكا قوي، والناس اللي هي اللي في ناس اللي في اللالة دي، في ناس في اللالة بتيجي تقول لك أي كلام، تقول له بس فلان ده وحش، لا طبعا لا وحش، بس كان كويس وكان كويس، تلاقي ماشي معاك في أي حاجة، فده في منه برضو كتير، ودول مصيبة، فهو دول اليوم تعبير برضو. حزلقوم ده بيعبر عن الفئة دي جدا، بتحبه عارف لما جيت تتكلم عليه ده وشك اتغير. انا بيضحكني لانه مواقفه من الحاجات الطفوليه جدا، وشخصيه بمنتهى البراءه بالظبط كده، عارف العسل اللي في الدنيا. ايوه بريء خالص زي الطفل، هو مخه وقف عند 2 سنتين بس جسمه كبر، فمقصدي فهو عنده لطف، يعني ده لو يعني طبيب الماني كشف عليه هيقفشه يحبسه، مش هينفع يتعامل مع الناس العاديه، عنده مشكله، عنده قصور في حاجات في مخه فعلا، حتى هو يعني مش فاهم يعني ايه لما الجرمين قالت له انت، قال لا انا
انا بيقولوا لي دايما ان انت ذكائك محدود. محدود محدود وغالب متناهي الحدود. ايوه هو فرحان فاكر دي حاجه كويسه في يعني كان هم واخد دين ده حاجه يعني ميرسي شكرا يعني واخد انها حاجه حلوه فده اكبر دليل هو فين يعني. يعني رمضان اللي جاي يعني في امل ولا ما نتعشمش قوي؟ لا انا فعلا على التفكير في ده لانه خلاص هو واضح ان الموضوع ما ينفعش ما نعملش ده. عارف لما يجي رمضان وتلاقي الناس في وقت معين عمالين يقولوا الوقت ده كان بتاع الكبير انت عارف والله العظيم اقسم بالله كل الناس كانت بتتكلم كده الوقت ده مش بتاع اي حد كان الكبير هو دلوقتي لدرجة ان القنوات كانت بتعيد بقى عارف الاجزاء اللي قبل كده علشان عايزة تسد الفراغ ده حصل فعلا وانا بقولك ايه انا اثرت فيا قوي الحكاية دي لما يعني ده اللي بقولك عليه في الاغاني او في المسلسل لما احس انه مأثر في حياة بني ادم ده اللي قلت لك عليه مش قد ايه لايكات ولا مش ده الموضوع عندي ولا قد ايه على الترند انما فكره انه مؤثر في بني ادم واحد محتاج يشوف ده لاسباب انا ما اعرفش كل واحد عنده اسبابه يا اما بيفكروا بحاجه يا اما هو بيضحك من قلبه خلي بالك الضحك برضو في ضحك عادي وفي ضحك من القلب هو الواحد بيبقى عارف وحشه انا عايز اضحك بقى من قلبي كنت بضحك من الله يرحمه سعيد صالح وده كان بيضحكني من قلبي فعلا الراجل ده الله يرحمه وفؤاد المهندس بالنسبة لله يرحمه الاثنين دول اكتر اثنين كانوا يعني بضحك من ناس تانية لكن دول قصة تانية لا بي 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 في لعب في الوجدان يعني انا يعني موضوع تاني يعني بحبهم حقيقي كبني ادمين بقى يعني فاهم بره بقى التمثيل وبره الكلام ده هم فعلا الناس دي بفتكرها وبدعي لهم دايما بس الكبير عمل ده يعني عمل ده بجدارة الحمد لله الحمد لله شكر لله الحمد لله ان شاء الله خلاص ده كده تصريح عشان احنا نبتدي نعد من دلوقتي رمضان انا يعني ناوي على ده ولكن هل رمضان ده او اللي بعده لسه مش اكيد لسبب عشان موضوع الفيلم اللي انا داخله الفيلم المفروض ان هو برضو في 2019 ان شاء الله ان شاء الله